كانوا يعني المسلحين على تخوم دمشق يخطفون جسدك ويبدأ الابتزاز. كنا مقيدين العيون، مربطين بجنازير على اليدين وعلى الرجلين، ونحن رايحين على الموت. حطوا السلاح براسي. باسل ووسام خطفا وتعرضا للتعذيب الجسدي والنفسي. هي اللحظة فقدت إحساسي بالحياة، يعني رح ياخذونا على مكان يقوصونا أو يرمونا من مكان عالي. لحظة، كيف عشتم هالثلاثين؟ طلعنا على المطار، كانت الحياة رواء. طلعوا مسلحين عن طريق أحد أصدقائي ولاد ضيافي وخطفوك. الخوف كان وقت خلوني أصدق إنه هنين رح يقتلوني. قد إيه طلبوا مصاري؟ طلبوا كتير. هل تمكن الخاطفون منهما؟ أم لا شيء مستحيل؟ لا شيء مستحيل يأتيكم الجمعة 8:30 مساء بتوقيت القدس الشريف.